قال بعض السلف: كيف أخشع في صلاتي؟ قال: لم تخشع في صلاتك ما لم تعرف ربك، ذلكم الله. لا يمكن. قال: طيب كيف أعرف الله وأنا أصلي؟ قال: إذا كبرت الله أكبر. قال: فكبر بتحقيق. وش معنى كبر بتحقيق؟ قال: يعني كبر وأنت تعتقد أن الله أكبر من كل شيء. في مشكلة مع زوجتك، في هم بسبب ولدك، فيه ديون تراكبت عليك، في مشكلة مع مديرك، في فضيحة تخشى أن تظهر، يجب حينما تقبل على الله تقول: الله أكبر. كل هذا يزول، لأن الله أكبر من ذلك كله. قال: كبر بتحقيق واقرأ بترتيل. أقرأ القرآن، القرآن مو بجرايد. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، قتل، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. يقولون عمر بن عبد العزيز كان إذا قرأ يقف بعد كل آية: الحمد لله رب العالمين، يسكت. الرحمن الرحيم، يسكت. مالك يوم الدين. قيل: لما تفعل ذلك؟ قال: إني أنتظر إجابة الله علي. قالوا: كيف؟ قال: في الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال: اهدني الصراط المستقيم. وكل آية يقول: أنتظر أن الله يرد علي فيها. هذا الاستشعار. قال: أكبر بتحقيق، وأقرأ بترتيل، وأسجد أو أركع في خضوع، ركوع حقيقي. الرسول رأى رجل ينقر صلاته، قال: هذا يسرق صلاته، حرامي، هذا سروق على قولتنا بالعامية، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يجب أن تطمئن قائمة، راكعة، ساجدة. يجب أن كل ركن في الصلاة يأخذ حقه من الخشوع والخضوع. قال: تركع تكبر بتحقيق، وتقرأ بترتيل، وتركع في خضوع، وتسجد في خشوع، وتتشهد على يقين، وأن تقول: التحيات لله والصلوات الطيبات، أشهد أن لا إله إلا الله. تتيقن أنه لا إله معبود بحق إلا الله.